السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه الرابعه من لعبات هالو نايت. لا تقولوا نبدا، تضغطوا زر سبسكرايب وشكرا يا جماعه الخير. والله شكرا، قاعد اقرا تعليقاتكم، يعني صراحه قاعد تدوني نصائح، قاعد تساعدني بشكل كبير، يعني ودعمكم يعني ولايكاتكم يعني تفاعلكم يعني من كل قلبي، والله من كل قلبي يا جماعه الخير، شكرا لكم. والله اقل شيء ممكن اقول له شكرا، ف من كل قلبي شكرا يا جماعه الخير، اتمنى تصل دعمكم. خلونا نكمل باللعبه الجميله دي، بسم الله. خلونا نكمل يا جماعه الخير. بس هنا عندنا الحجر، بس ابغى يعني حبيت اوريكم الحجر ذا يا جماعه الخير، اسمه ترس الحلم. من الحلقه الماضيه قاعدين نستخدمه، ورهيب والله مو سيء، بس في عندنا حجر رهيب. انا قاعد اطلع على بالحجر قبل ابدا الحلقه. الحجر ذا يا جماعه الخير، فين هو الحجر اللي ابغانا؟ ايوه عارف كيف يا جماعه الخير، لما اعالج نفسي والله، بس مشكله ما ادري وايت واحد يشفي الضرر اسرع. اي والله هذا هو التركيز النبيه، التركيز النبيه يا جماعه الخير. لو تشوفوا بالنهايه مكتوب يشفي الضرر اسرع، فما ادري والله. شوف انا من اهم الاشياء باللعبه ذي، يعني عارفين انك تعالج نفسك بسرعه، فاذا بدك تعالج نفسك بسرعه يكون شيء جدا حلو. والله ما ادري، هذه مره عجبتني والله، والله ترسل الحلم ذا 10 من 10 عجبني، يعني ساعدني بشكل كبير. بس والله ما ادري، احس اللي تعالجك بسرعه كمان راح تساعدنا بشكل كبير، بالذات ضد الزعماء وكذا. فخلونا نحطها يا جماعة الخير، خلونا نحطها. والله نفسي اروح عند البياع اشوف اذا مداني اشتري خانة جديدة، عشان لو عندي خانة جديدة يصير احط ذي يا جماعة الخير، تخلي المسمار اطول، المسمار الطويل. شوف كيف، شوفين يا جماعة الخير، هذه استاد الاندفاعية كمان جبتها، والله ممكن اجربها بس تحتاج اثنين. فاخذ الحين، خلونا نحط ايوه، خلونا نحط هذا عشان تحتاج واحد بس الجسد الثابت. صعب والله اضحي بالبوصلة، يعني البوصلة كان نفسي اشيلها، وصلت من السبيل اسمها. صعب والله، ما ادري، انا اشوف انه كان المفروض شيء اساسي، يعني ما يحتاج حجر عشان تعرف فين ما مكانك بالخريطه. فخلونا ننطلق يا جماعه الخير. تشوفوا فوق الصحه حقتي صارت 6، صارت 6 يا جماعه الخير الصحه حقتي، يعني بستة ضربات الحين اموت. عشان يا جماعه الخير الحلقه الماضيه كملنا وجه كامل، وعشان تكمل وجه كامل لازم تشتري قطع، عارفين لازم تشتري بعض القطع. القطع تلاقيها بعالم اللعبه او تلاقيها عند البياع هذا اللي ما ادري ايش قاعد يقول. هنا يا جماعه الخير شظيه قناع شبكه ب 1500 ساتر. بس لكن شو اسمه، شفت صراحه كمان بالتعليقات يقولوا لي يا عبد العزيز روح جهه الحشرات وكذا، راح يدوك بعض الجيو. فخلونا نروح يا جماعه الخير بعدين نكمل. اليوم حيكون عندنا ان شاء الله اكثر من منطقه جديده، اليوم راح يكون عندنا اكثر من زعيم. فخلونا ننطلق، خلونا ننطلق يا جماعة الخير. لعبة جميلة والله يا جماعة الخير، تبغون الصراحة والله من أصعب الألعاب صراحة اللي لعبتها هي والله يا جماعة الخير. اللعبة دي أنا أول ما بديت فيها ما كنت عارف إيش منتظرني بالضبط، بس لعبة حلوة، لعبة حلوة يا جماعة الخير والله، وصراحة فيها من الصعوبة أكون صراحة معكم. فهنا، هنا الحشرات اللي أنقذناهم، عرفت كيف؟ حال حال، شوف كيف بدك بعض الجيو. كفو كفو، ظبطنا. حلو حلو. عارفين لما تساعده بزكي تاخذ الاشياء الطيبه دي. يا سلام، باقي لي يا جماعه الخير قطعتين واكمل. عارفين اغنيات غراوب، اوكي هذا حجر اظن، والله ما ادري ايش يسوي بالضبط. كاف والله زبطوني والله، عارفين على قد ما تنقذ منهم على قد ما يدوك كذا ويظبطوك، مره شيء حلو، مره شيء حلو. فخلونا ننطلق يا جماعه الخير. والله ما ادري الحجر اللي جبناه اللي حطيناه الجديد هذا اللي يقول لك تعالج نفسك بشكل اسرع، يعني كيف يعني، هل يعني بشكل كبير اسرع ولا كيف؟ عشان صراحه من اصعب اشياء باللعبه ذي، على سبيل المثال لما تكون قتال زعيم وجوة القتال. الف يا جماعة الخير، انت تبغى تعالج نفسك فشيء مو سهل، الزعيم ما يخليك تسوي الشيء ذا، عارف يعني يهجم عليك، فاذا ما بدك تعالج نفسك بسرعة شيء اسطوري اقسم بالله. فدحين اخر مرة، ايوه اخر مرة واجهنا الزعيم، والله كان زعيم رهيب. والله يا جماعة الخير ما شاف الحلقة الماضية انصح يشوفها، على نهايتها واجهنا الزعيم كان مرة رهيب. فنبغى نروح الحين جهة الزعيم اللي قتلناه، اعتقد جهة المحطة الملكية ولا جهة مخازن المدينة، اعتقد جهة المحطة الملكية. الا نبغى نروح عند الزعيم،
ونكمل بعد ما قتلنا كان في منطقة جديدة الحين راح نروح لها إن شاء الله. بلي ثوري لا معلش أنا ما أبغى هنا، أنا ما أبغى هنا، خلونا نروح يا جماعة الخير مخزون مخازن المدينة. هنا أبغى أنا، أيوة أبغى هنا، خلونا نرتاح بالله. حلو 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 يا جماعة الخير، بس أنا فوق، أنا أبغى أنزل تحت جهة السواق الملكية، جهة السواق الملكية. وش اسمه في بياع يا جماعة الخير، جيتوا قبل كم حلقة، أنا ما كنت عارف النظام بس شفت بالتعليقات تقولوا لي يا عبد العزيز البياع ذي أنت تبيع عليه أشياء، في حاجة ناخذها والله بس ما أدري كيف أوريكم هي. أيوة شايفين يا جماعة الخير، شايفين هنا هذا اللي اسمه ختم عش الأقداس، هذا تبيعه على البياع هو ومذكرات عبر سبيل. على فكرة هذه تديها البياع، يعني في بياع تبيع على الأشياء ذي، عارفين؟ واعتقد البياع والله ما ادري كيف اشر لكم، البياع اللي تحت اخر شيء على اليسار اظنه هناك، فاحنا نازلين ان شاء الله راح نروح له باذن الله. ها اوكي اوكي، ما يمدي لي انزل زي كذا من هنا، نبغى نروح احنا بنروح من هنا. انت لا تبغى تنزع تحت زياده، الف ذول مو لازم نواجههم. اوكي دحين فين نبغى نروح؟ ايوه ايوه يا جماعه تقريبا بروح سيده. خلونا نشوف كيف، والله كنا شويه اسرع، ها كنا شويه اسرع يا جماعه تاخر من اني اعالج نفسي وكذا، كنا صرت اسرع. افتكر الحلقة الماضية او اللي قبلها والله ناسي بالضبط، رحنا الحداد. ابغى اقتل ذا انا، خلوني اقتل ليش لا. رحنا الحداد يا جماعة الخير وقولنا المسمار حقنا. والله كأنه اسرع، الا والله كأنه صار اسرع. فما ادري ممكن ارجع له، ها؟ هل كذا النظام ارجع له واخليه يقوي لي السلاح حقي من جديد؟ ابي خلوه ارتاح هنا. خلونا نكمل على تحت، ايوه. والله مره رهيب الحجر ذا، اعتقد راح يساعدنا بشكل كبير. اوكي نبغى ناخذ يمين بس سيده من هنا، اعتقد في بياع، اعتقد ماني متاكد والله، مو بياع لا في الحداد. هل الحداد لو ارجع له؟ والله ما اعتقد انه كذا النظام، تقعد تروح للحداد تقول له، يعني هو ما يحتاج الجي وهو يحتاج شيء ما ادري شو هو والله. معلش يا جماعه تخرك على بالي من هنا اللي تبيع عليه وكذا، بس والله ما ادري فين، قاعد اطالع بالخريطه والله ما ادري فينه، في واحد تبيع عليه اشياء وكذا و بدا حين. خلونا نروح السيدة، ايوه من هنا. فعارفين اللعبة دي انا اول ما بديت فيها والله ما كنت داري انها يعني عميقة قد كذا، اللعبة يا جماعة الخير كبيرة ما شاء الله وفيها اماكن كثير. ايوه نبغى ننزل من هنا، ها نبغى ننزل من هنا، ايوه تبغى تنزل من هنا، بس هنا ايش كم فيه هنا بالله، بس خلينا نشوف بلا، بس خلوني اجي على هنا يا جماعة الخير. اوكي اوكي الطريق نفتح ان شاء الله قدام. ايوه خلونا نكمل من هنا، جينا عند التمثال ده، هذا التمثال الفارس الفارغ، جينا عنده قبل كم حلقة، فالحين خلونا ننزل هنا. هنا ايوه هذه المنطقة كنا فيها الحلقة الماضية، ايش كان اسمها؟ السواق الملكية، ايوه. مرة منطقة حلوة. والله مرة منطقة حلوة. خلوا اقتلهم ذول ليش لا يدوني بعض الجيو. كم كان القطعة ذيك بكم كانت؟ ب 1500 ان شاء الله راح اشتريها باذن الله. تبغى تنزعتها؟ ايوه تبغى تنزعتها.
في بنش تحت. ايوه عارفين قبل الحلقه الماضيه يعني احد سالني قال لي يا عبد العزيز افضل زعيم واجهته الى الان. والله الحلقه الماضيه في زعيم واجهناه كان رهيب. حلو حلو خلونا نرتاح هنا. ايوه نبغى ننزل ونروح سيده يمين. اول اشياء دي راح تفجع والله. بس ما ادري انا ابغى انزل من هنا. هنا من هنا ابغى انزل انا. هو كان الزعيم من هنا؟ لا والله مو من هنا على فوق. الاشياء دي تفجع والله. وشوفي بعد ما تقتل لازم تقتل عشرات الصغيره دي اثنين كمان مو واحد. شوف دعم باقي ذا. ايوه بروح سيد انا بس ايش ابغى اطلع على فوق. بروح من هنا انا من هنا بروح. لا اعتقد بروح من فوق افضل. خلو اقتل ده عشان اعرف راح يجيني. اخذت اشياء اللي هنا. اعتقد بروح من فوق. ايوه انا بروح من هنا يا جماعه الخير. والله رهيب الحجر اللي دحين حاطينه عارفين اللي يخليني اعالج نفسي بسرعه. والله ما اعتقد يعني ما كنت متوقع انه راح يعجبني قد كذا. ايوه من هنا كان الزعيم. كان في زعيم هنا و عارفين كيف كنا نواجهه يا جماعه الخير الحلقه الماضيه. بس من هنا كان هو بله. بسمع عليه. لا معلش على تحت. والله ما ادري نفتكره من هنا والله. من فوق ممكن ملخبط انا. ايوه من هنا من هنا يا جماعه الخير. يوم متاكد معلش. ايوه نبغى ننزل على تحت. كان هنا الزعيم. من هنا كنا كيف هنا واجهناه. والحلقة الماضية افتكر جينا هنا وصقعت هذه وارتفعت الموية على فوق. والله ما ادري ايش استفدت. فدحين خلونا نكمل عليه هنا. ايوه الحلقة الماضية وقفنا هنا. فدحين خلونا نكمل عليه هنا. اها اوكي ايش عندنا هنا؟ بدنا نطلع على فوق زيادة. اعتقد اللعبة قدام راح تديني مهارة كده تخليني انقز نقزتين ورا بعض. يا جماعة اخر الدبل جمب اظن. هذا الحين واضح طريق على تحت. اوكي اوكي هذه كذا النظام. لو واحد سألني قال لي من اكثر الاشياء الصعبة باللعبة دي يا عبد العزيز من اكثر الاشياء الصعبة. والله يا جماعة اخر كذا لما تنقز وكذا عارفين. فاهمين علي يا جماعة الخير؟ يعني زي الصعوبة اللي بلعب كراش وكذا، يعني هذه صراحة أنا بالنسبة لي أصعب شيء، أصعب من قتال الزعماء. شايفين شايفين زي اللي قاعد يصير معايا دحين. إن شاء الله ما فوت شيء من هنا، ما في شيء. نبغى ننزل تحت من هنا. كم معنا 1200؟ أوكي أوكي، أول ما تجي 1500 إن شاء الله راح أروح أشتري القطعة. جدا سهل. اوه عندنا الوردة ذي من هنا. ها عندنا الوردة ذي من هنا يا جماعة الخير. بس راح ارجع لقدام ان شاء الله. هذه تاخذ تديك ال ايش كان اسمها؟ اسمها الجوهر كذا اشياء تاخذه وتروح تديها العرافة. والحين عندنا منطقة جديدة هنا. بدنا نمشي من هنا يوم ذاك. ها في من الحلوين ذولي. اوكي. اها اثنين كمان. حلو حلو. صادني ذا. كيف تيجي هنا؟ بتجون هنا حياكم. حلو حلو. بس بالله اعالج نفسي.
اوكي الحمد لله دركنا الوضع. تحت زي ما شفتوا ما كان في شيء، في واحد هنا كمان، فعندنا فوق كمان. خلوا بس هذا يعدل اللي هنا. والله ما ادري كيف فيني ذي. كم ممكن تقربها بطل؟ الحمد لله قتلناه. اوكي انا اهم شيء نبغى الخريطة. نبغى الخريطة يا جماعة الخير. كله بس بالله يطلع لذا. اوكي عندنا اللي فوق ذا كمان. كله بس يعدي. اها اوكي شفت كيف رجع على ورا. حلو حلو. خلنا نشوف ايش في هنا. كفو كفو راح تدري من الجي اظن. والله يا جماعة الخير عن المعلومة اللي قلتها لكم بالحلقة الأولى، يعني من أكثر الأشياء اللي عجبتني باللعبة ذي، عارف إن النظام حق الإسعافات وكذا لما تعالج نفسك، يعني عجبني صراحة إنه لما يعني تقتل الأعداء يصير مدك تعالج نفسك، مرة شيء حلو والله. هذا الحين إذا احنا بنزع تحت على فوق خلاص ما في أي طريق. وعندنا منطقة على هنا. شوف كيف لا تملك خريطة خريطة لهذا لهذه المنطقة. يعني لازم بالبداية نجيب الخريطة. بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. الأبواب دي شوف زيها كثير. ما أدري ممكن يجي وقت أعرف كيف نفتحها. خلينا نشوف هنا. والله ما أدري شو هو الشيء اللي يبغون يحطه بالآلة هذيك. اوف عنده طريق على تحت من هنا. طب هناك ايش كان في بله ثواني؟ كان في طريق ثاني علينا صح؟ انا جيت من فوق. وكان في طريق علي هنا ولا مو؟ يو والله. خلونا نبدا بالطريق ذا اللي احسه كانه جانبي. بس نحتاج الخريطة احنا. اوكي. منطقة الحوض اسمها ذي. عارفين بالبداية نيجي هنا بعدين نشوف المنطقة الثانية ذيك اللي تحت شرجتها. حلو حلو من الأشياء ذي اللي تدينا أرواح وكذا. اوكي عندنا على فوق وعندنا من هنا كمان. اي خلونا بالبداية نطلع من هنا. بس والله ما الا والله تقدر تجيبها. او انا جيت من هنا. ها انا من فين جيت؟ او حق الخرائط. اوكي كفو. شايفين هنا علامة خريطة ممكن من هنا؟ انا لما جيت من هنا ولا مو؟ انا جيت من هنا الا. طب انزل ممكن الاقي هنا. حلو حلو. كعبالي انه هنا انا سامع صوته بس ما ادري فينه. ليش ابغى احط الجيو حقي بالنافورة يا جماعة الخير؟ انا ليش ابغى اسوي الشيء ذا؟ اكيد ما راح اسوي الشيء ذا. والله ما ادري صراحة ليش ابغى اسوي كذا. حلو حلو هذا هو. ان شاء الله رخيصة. ولا 112 يلا. اوكي جبنا الخريطة. دحين نحتاج البنش يا جماعة الخير. اوه تحت في بنش. اوه بالغلط والله سويت كذا. يقول لي تحت عندك في بنش. والله ما ادري شايفين قدام. ها اوكي. بفلوس البنش ذا.
150. عارفين باللعبة دي والله جدا سهل انك تخسر الجيو اللي معك. ايوه والله يا جماعة تخسر جدا سهل. فدحين دحين خلونا نروح ايوه خلونا بالبداية نروح من هنا. اوه كان في من حقة الجيو كذا. لا خلوني اجيبها ان شاء الله قنصها. حلو حلو. يا جماعة تخيل اخذنا اللي اخذناه. صعب والله اجيبها كلها زي ما انتم شايفين. والله كاني شفت تعليق واحد قال لي عبد العزيز ما دك تجيب حجر يخليك تسحب الجيو فخلاص ما تفوت شيء. ان شاء الله راح اجيبه باذن الله. يعني في عندنا طريق على فوق من هنا ما اقدر اروح. واضح انه لازم اجيب زي الدبل جمب ممكن. على تحت هنا ايش فيه؟ لا خليني اشوف تحت. الا ايش الاشياء ذي؟ اوه اوكي انا ما دام اجيب من الجيو. خلوني انزل تحت هنا اشوف ايش فيه بعدين نشوف فوق ايش فيه. ابي كيف انزل تحت هنا اشوف ايش فيه بعدين اشوف فوق ايش فيه. الا هذا ايه ده؟ والله كفو استلمت تعرف كيف؟ ما ادري ايش يطلع اول مره اشوفه. طيب ما ادري الطريق كانه على فوق بس خلونا نكمل على هنا نشوف ايش المكان ذا. اوه دحين فوق صرت. والله ما اعتقد اللعبة تبغى نقتل اللي فوق. هذا اللي هنا واضح انه زي موت بس والله كفو تصير قريب كذا. كنت بقول ما يجيك شيء بس والله قاعد مفرش من ذا. حلو يديك 20 من الجيو كفو والله. في واحد هنا كمان شايفين بالله بلا شايفين فينه. هذا اعتقد ابغى اسوي كذا. هذا عاد ما ادري ايش بسوي معاه بس هذا لازم يموت. اوكي يا جماعة خير نلعب على المضمون. اوكي هذه المرة ما اديناه شيء. اوكي هذه جات فيه. اكيد بتموت اكيد خلاص بتموت. قلب لها اعالج نفسي. والله ما ادري يا جماعة الخير انا لين متى بقعد اضرب الشيء ذا. بس خلوني اعالج نفسي. الحمد لله اخيرا. اوكي نبغى نطلع على فوق. عندنا واحد هنا. حلو هنا عاد ما يجيك شيء. والله ما ادري هو جليتش ولا ايش بالضبط والله ما ادري. بس لما تيجي جنبه زي كذا ما تجي فيه ما يجيك شيء. انا فين انا يعني؟ وانت هنا. لا هذا من فين طلع ذا؟ هنا في طريق من هنا. خلونا نطلع على فوق نشوف ايش فيه هنا. انت جيت من هنا صح؟ انا لما نزلت ونزلت من هنا اعتقد رجعت دحين. ايوه نبغى نكمل سيده دحين. ايوه خلاص نبغى نكمل سيده. كانه زعيم ذا. اي والله كانه زعيم الله يستر. بما انهم قفلوا عليه الباب زعيم ده الله يستر. ايش قاعدين تسووا فيه؟ سيبوه. الله يستر. القفص المكسور اوكي. والله طيف اديك كذا. فيني ذي والله ما ادري كيف.
اوكي اوكي الى الان ندرك الوضع. والله الطيف هذه فيني ذي. خلوا عجلة في سبلة بسرعة. والله الشيء ذا مو عجيب لي ذا اللي يجيب زعمة. هذه المفروض تجي فيك يا بطل. حلو حلو جت فيه. كفيني ذي. حلو بليه يقول لي نهايته. اوكي اوكي ما خلاني عن نفس الله ياخذه. اوكي اوكي والله كنت ماشي صح. معكم ان شاء الله الثانية ثابتة. اوكي لازم انتبه. والله مو مرة مرة صعب بس المشكلة الاشياء هذه الحشرات اللي تجي تفزع معاه. اوكي من فين كان هو؟ والله ما ادري ممكن من فوق. حلو حلو كذا فتحت الطريق المختصر للزعيم يصير بعدين خلاص بس اروح سيده كذا. اوكي خلونا ناخذ الجيو. ايوه ان شاء الله ذا راح نجلده. فيني ذي فيني وانا مؤخر كذا. اوكي حلو فلت منها. والله هنا اصعب شيء هنا لما يجيب ال يا اخي مبعد انا وجت فيني ما شاء الله. اوكي اوكي هنا والله ما ادري ايش تسوي بس نقول ان شاء الله بما اني هنا ما يجيني شيء. حلو حلو ما جاني شيء. اوكي هذه المرة كل عجلة نفسي افضل. كفيني ذي يا اخي وخر. راح قاعد اغلط اغلاط غبية. اي أيوة والله حلو حلو ما جاني شيء. بإذن الله لما يجي لي شيء. حلو حلو ما جاني شيء أبشركم. أوكي كله ملي. ليه يقول لي نهايته يعني؟ لحقني الله ياخذه. والله الحجر حق اللي
اللي يخليني اعجل نفسي بسرعة. اوكي جد مرة قريب انا. رهيب والله. يا جماعة الخير. اوكي جت فيني. جت فيني وانا بعيد والله ما ادري كيف اقسم بالله. يا اخي ما لحقت اعالج نفس الله اللي يوفقك. يا الله. اوكي يا جماعة الخير هذه المحاولة الخامسة. ضربني ذا. نلقاها منك ولا من كسر. الأول جدا سهل. عارفين يا جماعة الخير بس الأول زي ما أقول لكم والله جدا سهل. اوكي اوكي خلونا نعجل نفسي أفضل. لا والله ما أبغى أسوي كذا والله. هذا أصعب شيء والله. اثنين كلها فيني والله. حلوين حلوين الآن ماشي تمام. يا الله فيني ذي. حلوين. اوكي رحت له انا رحت له بنفسي. اوكي هذا اصعب شيء ذي. ان شاء الله ما يجيني شيء هنا. ليه يقول لي نهايته؟ حلوين حلوين حلوين. اوكي ما جاني شيء كافو. فيني ذي.
هو ذا اللي نبيه. كافو يا جماعة الخير، الحمد لله جلدناه. الممثل يقول لك الرابعة ثابتة. قدرنا على الحمد لله من المحاولة الرابعة. والله هو بالبداية ما كان مرة صعب، بس بعدين لما تبدأ الحشرات هي تفزع معاه وكذا، عارفين هنا يعني تكون الصعوبة. هذا الحين دعنا نشوف ايش في وراء الزعيم ده. من ورا ما كان مدنا اروح، الطريق الوحيد كان من هنا. هنا ما في شيء. حلو حلو، ورينا قدرة جديدة. اوكي ان شاء الله قدرة جديدة. امين بالله. كافو يا جماعة الخير، اجنحة السلطان اضغط عليه. وكيف الجو؟ تخفق باجنحتك. اوكي يعني دبل جم قصده ما اعتقد. اوه اخيرا، والله مره شيء حلو. يعني انا من اكثر الاشياء والله اللي عني منها باللعبه دي اللي هي لما تنقز على اشياء وكذا، عارفين. فالدبل جامب اكيد راح يعني تساعدنا بشكل كبير. مره شيء حلو والله. خلاص شايفين كيف زي كذا. كافو يا جماعة الخير، لازمنا هذا الحين. خلونا نكمل، نبغى نروح. اعتقد المكان ذا خلصنا منه. ها والله سيدا كانه يقول لي في عندك طريق سي، بس رحنا سيدا. احنا رحنا سيدا يا جماعة الخير، وما كان في شيء. ايه بس معلش، اتمنى تستحملوني. يقول لي من هنا، لا من هنا ما في شيء. ها اعتقد لو جلست على البنش حيقول لي خلاص انك ايه يعني خلصت. الحين خلونا نكمل، خلونا نكمل. كان في جهة ثانية كمان، كان في جهة ثانية كمان يا جماعة الخير. اوه وكان في منطقة ما اقدر اجيها، كان لازم دبل جامب، عارفين كذا على فوق. فما ادري دحين ممكن لو ارجع. ايوه هنا، هنا كمان ما كان مدني اجي. الحمد لله نقز نقزتين ورا بعض كذا اعتقد خلاص. بس والله يا جماعة الخير الحجر اللي يخليك تعالج نفسك بسرعة رهيب والله. مدري الاشياء المزعجة اللي كانت مع الزعيم. حلو حلو، دحين بدنا نجي هنا. شفتوا كيف يا جماعة الخير؟ مؤخرا بلاي ستيشن اعلنت انه يا جماعة الخير انهم راح يسووا حفل كذا يعلنوا عن العابهم الجديدة وكذا. والله اتمنى من كل قلبي انهم كذا يعلنوا عن يعني ليش لا جوست اوف سوشيما الجزء الثاني. والله ليش لا، انا اتحدى واحد يقول لي لعبه جوست اوف سوشيما الماضيه ما كانت حلوه. خلو نروح من هنا، خلو نروح من هنا. فما ادري والله، والله ان شاء الله ان شاء الله. يعني بلاي ستيشن صراحه دائما يعني العابها يعني الفكره يعني حدث بلاي ستيشن قصد يعني دائما يكون حلو والله، مليء بالمفاجأة. دحين في عندنا طريق على فوق، ما ادري اجيب الطريق ذا بس بالله. ايه معلش اتمنى تستحملوا، انا زي ما اقول لكم بالاشياء دي والله ما يعني ماني ذاك المعلم. بس ان شاء الله دحين ان شاء الله نجيب. صدقوني هي تيجي انا متاكد. اوكي اوكي بالله معلش ما كنت ادري ما ذاك تسوي. ما ذاك تسوي داش بعدين تسوي دبل جامب فيك. هو هذا اللي ابغاه. اوكي انا ما كنت عارف انه مداك ما كان مدري سويت كذا. نبغى نجي كذا ونجيب ذي كذا. اوكي انا كنت ابغى اروح سيدا وكان المفروض اتمسك على ذي كذا. حلو حلو جبناها. يعني خلونا نكمل على فوق هنا، خلونا نكمل على فوق هنا. ما في شيء خلاص هنا، اعتقد كل علينا نرجع. ايوه شايفين المنطقة دي خلصنا منها. خلونا دحين نرجع لورا، جبنا شيء مهم.
فاعتقد انه يعني كان زعيم رئيسي عشان جبنا يعني قدره اعتقد انها مهمه عشان تقدر تكمل بالقصه حقت اللعبه وكذا. عفكه خلوني اجلس ليش لا. اوكي في عندها تحت، انا رحت على تحت يقول لي في عندك على تحت، انت ما عمرك رحت على تحت يقول لي. من هنا من هنا قصته على تحت. ها يا جماعة اخي انا قد رحت من هنا، هنا فين؟ ها والله ما عمرك رحت هنا. ليه بس خلي اشوف هنا ايش فيه. هذا لن بالنهاية كتبها لي، اعتقد زي القدرة كي اجيبها بعدين تخليني اقدر افتح البوابات دي. اجل خلاص خلونا نرجع لفوق. الحين كان في منطقة، كان في منطقة ثانية فين كانت هي؟ نبغى ايوه نبغى نطلع من هنا، خلونا نطلع من هنا دحين. ربوع القصر، انا جيت هنا، انا جيت هنا والله ما ادري. جثة مسكوة اعتقد قصده مكسورة بدرع ابيض والله مدري. هاي خلونا اجي علينا اشوف ايش فيه. المحطة المخفية والله مداني كم؟ نجيب جعران هنا، بس انا ايش راح استفيد اذا جبت جعران هنا؟ حلو حلو هذا بنش، نجيب جعران هنا. هاي يا جماعة الخير، والله ما اعتقد انك راح تندم. كم كم قال لي؟ كلها ب 300. خلونا ايوه. والله زي ما قلت لكم اللعبة دي جدا سهل انك تفقد ال، انا بس ابغى اجيبه يعني انا ما ابغى اروح هنا. عشان بعدين ما ادري ممكن لازم ارجع هنا عشان كان في طريق على تحت ولا مو كان في طريق على تحت. بوابة، فالبوابة دي ممكن ابغى اروح لها انا، فدحين خلاص يعني بعدين لما يكون عندي جعران اروح على طول. فباللعبة دي جدا سهل تخسر الجيو حقتك. فخلونا نعرف كيف يعني. فكرة يعني من دحين يعني نستخدمها. دحين نبغى نرجع على فوق، والله كان في طريق على فوق. ايوه ابغى ارجع فوق فوق فوق، كيف ارجع فوق؟ ايوه من هنا. ايوه لما كان حق الخرائط وكذا، خل اقتل ذا كذا. ايوه من هنا تبغى، من هنا من هنا ابغى اطلع انا، لا هنا كان حق الخرايط وكذا. ايوه نبغى نطلع على فوق الزيادة. حلو حلو خلينا ناخذ المشي هذي. ليش ابغى اطلع من هنا؟ خلونا نطلع من هنا. شوف انا ابغى اروح السيدة. ايوه انت لما جيت جيت من هنا. حلو حلو خلاص هنا ما في شيء. خلونا نطلع على فوق. كان في طريق ثاني على تحت ولا مو؟ انا نزلت من هنا صح؟ نزل، انا عارف من فين ابغى اروح بس انا نزلت من هنا. ايوه نزلت صح؟ صدقوني نزلت. ايوه نزلنا يا جماعة الخير، الحين نبغى نطلع على فوق فوق. انا اوريكم من فين الحين. بس بالله ثواني هو هنا ايش كان فيه؟ ايوه الطريق مسدود، ابغى اطلع الحين على فوق. ايوه نبغى نطلع على فوق. بما انه الحين صار عندنا الدبل جام. ايه لا تقول لي لازم ارجع من هنا. لا والله كانه لازم ترجع من هنا. انت نزلت لي كذا، انا اخر شيء ابانك تنزل لي كذا. الله ياخذك، والله في كثيرين من اللي يطيروا هنا. بس ان شاء الله خويكم مدى بسرعة يروح. ايوه اوكي الله لي يوفقك يا شيخ استغفر الله. اوكي اوكي لساتي لساتي عايش.
الحمد لله خلاص مو لازم اواجههم. اود احنا بنطلع على فوق. ايوه بس كان في ايوه الوردة ذي. حلو حلو. كم واحدة دي؟ اعتقد 13 جوهرة من دي لازم نجيبها. مع الدبل جمب دحين خلاص يا بنكة. يعني نجيبها بسرعة كمان ان شاء الله. ايش عندنا من تأليف هنا؟ كان عبيت تتك عليها هذي. اوكي في واحدة هنا، هذي كيف اجيبها هذي؟ هذي سهلة. سلم صيب اللي فوق. اوكي اوكي في واحدة كمان تعال. لا حول ولا قوة الا بالله. خلوني اجيب دي وخلوني اجيب اللي هنا. حلو حلو هنا في بعض الجيو كمان. والله لعبة حلوة يا جماعة الخير بالصراحة، يعني من اصعب الالعاب اللي لعبتها. اي والله كن صريح معاكم. والله كان على بالي ما دك توقف هنا. كم حبة باقي؟ إن شاء الله خلاص ما بقي شيء. حلو حلو. والله أصعب جزء عندي باللعبة ذا، أصعب من قتله، مو أصعب من قتال الزعماء كنت صراحة معكم، بس والله صعب. يعني بالنسبة لي أنا أعرف كيف. كذا أبغى أسوي أنا. بس أعتقد لو طحت على طول على تحت. حلو حلو مع الدبل جو ما بدك ترجع. انا لو نزلت هنا، انا لو نزلت هنا هل حلو حلو رجعت كذا الحمد لله. كم حبه باقي؟ عندنا واحد حلو هنا. والله انك جاي في مكان. اوه اثنين كمان. ليوفقك لا انت ولا هو. كانت الاخيره، تخيلوا كانت الاخيره. كل علي بس كان اني بالله كفو ضيعتهم. شفتوا كيف؟ خلونا نروح هنا، هنا ما قد رحنا. هذه بدلت الدموع. اوكي سيدي هنا ايش فيه؟ كله كله هذا بضربه ينهي لك حبتين من الصحة. راح اروح من عنده بس خليني اشوف هنا ايش فيه. افتكر كان في جهة كاملة عندي بديت الدموع كنت ماني قادر. ماني قادر اروح لها كنت، فما ادري ممكن من هنا اروح لها. لا يا بطل ما باك تنزل كذا. ايوه حلو حلو زبطوني والله. خلوني بالبدايه راح سيده اشوف سيده ايش فيه، شايف اكثر من مصعد. حلو حلو شايفين هنا ال... هنا عند التمثال ذا شايفين فارس الفارغ. نص الذكرى فارس الفارغ. مو كان في كرسي هنا اظن؟ لا لا ما في كرسي هنا. في والله بس بعيد شوية. إن شاء الله نلاقي هنا. شوف في طريق على فوق من هنا. هذا نقز على فوق. خلاص خلونا نسيبه. خلوني أنزل على تحت هنا. يا أروح من هنا ما أدري إيش في من هنا. شوف في عندنا مصعدين. خلوني بالبداية أروح مع المصعد ده.
لا لا ما في طريق من هنا. أو عندنا مصعد ثاني كمان. وعندك طريق على فوق. والمصعد ده يطلعك على هنا بس ها؟ أعتقد كذا. طب ما عليك راح نطلع على فوق. خلونا بس ازع تحت وروح سيدة. احتاج لي بنش والله ضروري. اروح السيدة جات الضخم ذا اللي هنا. العلقة جت فيه. افتكر قتلت واحد زيهم الحلقة الماضية اظن. والله ناسي متى. لا انا بقى تضرب ضربتين. يا بطل عندك تلصق فيه بس. على طول والله متحافي يخرب بيته. صدقوني هانت. يا بطل يلا طيح. مرة طولنا معاه. والله ما ادري يا جماعة تقريبا ممكن ارجع له بعدين. والله انا افتكر قتلت واحد منهم بس والله ما افتكر طولت معاه قد كذا. اوه ساتر استر. ليه يقول لي اخر واحد منهم. هنا ايش فيه؟ اوه في واحد ثاني هنا كمان. هذا ماذا نطلع له هنا؟ شو المكان ده الله يستر. قله طيب يا جماعة تخدوا منا قتلين واحد منهم. عارفين النظام. حلوين كل العيون الحشرة دي. حلوين والله كأنه قتال زعيم. الشيء الحلو انه انا بالجو زي كذا ما يهجم علي. اوكي انا ايش قاعد اسوي انا؟ كده حنكل عليا. عالج نفسي الحمد لله والله كنت قريب اموت. بس نبغى لنا بنش يا جماعة الخير. تعرفين ايش كان فيه؟ انا افتكر جيت هنا قبل كذا. يا جماعة أخرى كني جيت هنا قبل كذا. أوكي بدك تسبح بالموية ذي. خلو نروح من هنا ممكن نلاقي ممكن يا جماعة الخير نلاقي
بنش هنا بليه يقول لي بنش ده؟ لا والله مو بنش. هيا بطل. حلو حلو حتى هنا ما بدك تسبح. اوه وش عندنا هنا؟ هذه اذا انفجرت تنقص لك اثنين من الصحة حق، لا والله ثلاثة. خلنا نحرر الحشرة دي. ايوه ان شاء الله ما في من الاشياء اللي تنفجر. وفي عندك سيدة وعندك على فوق، خلينا نشوف على فوق يوديك على فين. اوكي الطريق مختصر نفتحه بعدين ان شاء الله. خلونا نجي نكمل على هنا. هذا شكله راح يقتلني والله. ادري ايش راح اسوي معه. والله جاي في مكان. حلو حلو. فلت منه. اوكي منطقة جديدة. حدود المملكة. اوكي. احنا نبغى احنا الخريطة. اوكي اوكي سمع صوته. اوكي الحمد لله. بس هالمرة جبت فيها الخريطة. حدود المملكة وريني كذا. او في عندك بنش تحت. في عندك بنش تحت. والله الحشرات ذي الكبيرة نقول إن شاء الله إنها مسالمة. نقول إن شاء الله إنها مسالمة. والله ما أدري إذا الماي ذي ما بدك تسبح فيها ولا لا. والله ما أظن صراحة عشان كأني شايفها عميقة. والله ذا جاي في مكان. أوكي المفروض إنه في بنش هنا. بلاش خلوني آخذ البنش ذا. شو الشي ذا؟ ولا وحتى فوق كمان. كم ضرب لازم اضربهم يا ساتر. حلو حلو كنت قاعد اسيلهم اثنين ضرر. اوه اكره الاشياء دي. واجهناها قبل كذا. بدا يطلع لنا هنا الامام ده. الشيء الحلو لما تدي واحد فيهم ضربه يرجع على ورا. شايفين؟ ياخذكم وكوا ما يخلصه. في بنش هنا خلونا نروح له. والله اي شيء باللعبه دي يطير مواجهته صعبه. يعني بالنسبه لي انا بالذات على فكره عشان ما يثبت الله ياخذه. اوكي يا جماعة اخر المفروض في بنش قدام زي ما انتم شايفين. يقول لي في بنش قدام. يقول لي في بنش قدام. ولا انت ايش تطلع انت؟ بدك تطلع هنا. والله يطلع ليه ما يطلع؟ والله يطلع ليه ما يطلع؟ ها اوكي كذا نظامك. الله ليوفقك. خلونا نروح للبنش بالله. ليه يقول لي الأخير؟ يا ساتر! أبغى البنش بس، الحمد لله. لطيف ولطف والله مزعجين أقسم بالله. خلونا ندخل نشوف إيش فيه. من يطلع ذا؟ أعتقد واحد مسالم. أورو. أستاذ المسمار. أوكي أورو. فن المسمار، أوكي. ثمانمية يا مجرم. ثمانمية خلوني اقبلش. لا بس كثير ثمانمية. ليه ثمانمية؟ ولا شوفوا ان شاء الله شيء يستاهل بالنهاية. اوكي
مزقة الاندفاعية. اضغط مطولا على اكس زي الهبي اتاك. ممكن هجوم الثقيل وكذا. هيلا سوميت بام فينال بس ب 800 يورو كثير والله. والله ما انا قاعد اعلق على مربع مدري ليه مرضي. ممكن عنده ما اقدر اسويه والله ما ادري. هو كان يقول اضغط مطولا على مربع. والله ما ادري. خلونا نرتاح هنا. خلونا نكمل بالمنطقة المجنونة ذي. الطريق على فوق. الطريق على فوق. ساتر الاشياء دي. او في عندك طريق من هنا كمان. لا ما في اي شيء من هنا. يطلع هنا هنا يطلع. ما اظن يطلع هنا. يعني الهجوم الثقيل ذا اللي جبناه والله ما ادري اصلا حتى لو انه مدان استخدمه اذا راح استخدمه ولا لا عشان باللعبة دي. يعني لازم تكون سريع الفكره يعني بسرعه كذا. فما ادري والله ده هجوم ثقيل يعني بقعد اقول للزعيم بالله ثواني انتظر شويه بس خلي الهجوم حقي يشحن ثواني ما بقي لي شيء الفكره يعني كثر حموت فشايفين زي هذول على سبيل المثال. لازم بسرعه والله ما ادري الهجوم الثقيل يعني ذا راح يساعدني ولا لا والله ما ادري. هذا الحين خلونا نطلع على فوق من هنا. خلنا نشوف هذا ايش عنده. كيف عندك على فوق؟ نفس الطريق اوكي. خلونا نطلع لفوق هنا. والله الطريق المفروض انه مو من هنا. هاي يا جماعة اخر الطريق المفروض انه مو من هنا اللي ابغاه انا بس ما ادري ايش فيه هنا. سمع صوتي والله سمع صوته يا حبيبي. هذول على السنة محشكوني الحين. راح اكره الاشياء دي والله. شوف كيف يعني ابغى اضرب المفروض انه ينضرب كذا عارفين بس شايفين كذا قاعد يرجع على وراه. يا حبيبي لسه فيه كمان مشكلة لازم يموت عارفين. ها شفته 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 ان شاء الله راح تتحرر. والله ما ادري كم واحد فيه من الحشرات دي باللعبة. بس زي ما شفت بداية الحلقة لما تساعد واحد منهم يعني اللعبة تكافئك. كم بدي ادي ضربة ثانية. بس شايفين ايش قاعد اسوي معاه قاعد انزل تحت بزيادة اضحك عليه. اخليه ينزل بسرعة الحق عشان لو تبغى تروح له كذا يقعد يرجع لورا. وقعد تضحك عليه انا كذا عرفت كيف. اوكي خلوني ارجع الله ياخذهم. واحد رايح واحد جاي. حلو حلو. ما تخلصوا انتم يا ساتر. خلوني على نفسي امن الشيء ذا كمان. اوكي الله يكرهك اقسم بالله. الحمد لله. اعتقد اربع ضربات عشان يموته. هنا ايش فيه؟ هنا ايش فيه؟
اوكي من هنا عندنا طريق كمان ان شاء الله راح اروح من عنده. خلوني اكمل على فوق من هنا. تبه يبا تعالي شوفني هنا. بقول الضربة الأخيرة يا جماعة الخير، الضربة الأخيرة. يا الله والله ما شفتها. حلو حلو رسم لي علامة بنش على فوق. جدار سري. يا سلام ليه يقول لي في بنش هنا. حلو جبنا مذكرة عبر سبيل كفو. جددت الخريطة. لو نزلت تحت في طريق يمين. خلونا نروح من عنده. ايوه من هنا. اوه هذا ايش كان اسمها؟ ايش كان اسمها هذه يا جماعة الخير نسيتها. واجهناها الحلقة الأولى أظن عندها ضربة تقول اديله. عارف كيف؟ تذكر جلدناها كمان. ما كانت مرة صعبة صراحة. اها المواجهة الثانية شكله. لن ارحمك بس ماري قاتل. الله يستر. اوه اوكي حول ولا قوة الا بالله. على طول كذا فيني ذي. يا ساتر مسمار حقه هاي وصل. ادينا الديلو ذي. اوكي ان شاء الله مدعج نفسي. جلدناها يا جماعة الخير. والله لسه باقي. احنا اللي نديكي. ها سويت لي بيري شفتوا كيف؟ والله سويت لي حركة رهيبة. اوه اوكي وخرت عنها كفو. كيف فيني ذي؟ والله غريبة. يا دير ام الديلو ذي ولا توصل. الله حلو اجلد. هذي ده جديدة ذي. المزيد من حول ولا قوة إلا بالله.
يا لطيف. اوكي صارت تحط في خاخ وكذا دحين. ان شاء الله مقدر عليها دحين يا جماعة الخير. اوكي يا جماعة الخير ان شاء الله دحين مقدر عليها. والله نقصت، والله دقت على زر اكس ما ادري ليه ما نقص. ما فيني ذي، يعني نقصت والله. دحين التأليف عاد. عالجت نفسي بالوقت الغلط. أعالج نفسي أفضل. بتسوي ديلو. ابي بلاد التركيز مليون يا جماعة الخير. اوكي خليني اخر فيس اخر فيس ان شاء الله مقدر عليها. استغفر الله. والله جننتني الفخاخ ذي قسما بالله.
رحت لها عبد العزيز. حور ما كان فخ، استغفر الله. بالله يقول لي نهايتها كافو يا جماعة، آخر نهايتها. يا لطيفة طولت معاها. يا للقوة فعليكي. مين بالله كافو يا جماعة، آخر بكلام حوار رقم 22 23. اي والله سكفو بالنهاية قدرنا عليها، هو ذا اللي نبيه. الحمد لله. نضي الى الامام تقول لي، والله كانت قوية صراحة. يمين بلا جماعة خير اعذروني لو ما تكلمت كثير وسط القتال، والله كان التركيز مليون. اي والله مرة كنت مركز، يعني هي لو ما كانت تسوي الفخاخ كان مدها بكف يعني جدا سهلة. اي والله يعني درجة الفيس الاول والفيس الثاني ما تسوي، يعني كان في محاولات ما عارفين بالفيس الاول والوجه الاول والوجه الثاني ما قدرت تلمسني ولا لمسه عشان ما تسوي الفخاخه وكذا، بس حدك بدات تسوي الفخاخه وكذا مره والله لازم تنتبهوا. الحمد لله بنايه يا جماعه تخر قدرنا عليها. تعال خلينا نشوف ايش عندنا هنا. وصمه الملك، ايوه يقول ستفتح اعتاب المملكه على مصاريعها. اوكي يعني راح تفتح الابواب الجديده وكذا، افتكر ايوه بالحلقه دي يا جماعه تخر شفنا باب زي كذا كان عليه العلامه دي. كفو الحمد لله. في المكان قاعدين هد ولا ايه؟ والله اجت هي وساعدتني كفو. والله كانت رهيبة. اي والله يا جماعة اخر كان جدا رهيبة صراحة. على ما اعتقد هي بطلة الجزء القادم، والله ما ادري كيف. اي والله بس من العرض اللي شفته كذا كانها هي يعني بطلة الجزء القادم. او صراحة يا جماعة الخير انا راح انهي الحلقة هنا. خلاص هذيك مخي قفل دحين، جيبوا لي ايش ما اعرف اقتله عارفين مرة والله. اللي هي تقريبا دحين انا واجهها ساعتين و57 دقيقة، يعني تقريبا 3 ساعات، يعني مو واجهها الحلقة كلها قصدي عارف كيف، لها ساعتين. انا والله دائما حدي تقريبا 3 ساعات بعدها خلاص يعني المخ يقفل، لو تجيب لي لعبة يعني حفظها فجأة تقول عبد الزوق العب تلقى ما اعرف شيء. فان شاء الله يا جماعة الخير يعني عارف كيف ريحوا، ولا عارف كيف الجلسة القادمة حق التصوير ان شاء الله يعني عارف كيف يعني كون يعني فايق باذن الله. فباذن الله يا جماعه الخير راح نكمل الحلقات القادمه، اتمنى كنت خفيف عليكم، اتمنى الحلقه دي نالت اعجابكم، وان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمه في امان الله.